الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن إجراءات البنك المركزي غير فعالة تجاه أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار عبر زيادة المبيعات النقدية في مزاد بيع العملة، بينما المشكلة تكمن في الحوالات الخارجية وتهريب الأموال للخارج. وأضاف الخبراء أن البنك المركزي زاد مبيعات الدولار إلى نحو 85 مليون دولار يومياً مقابل 23 مليون دولار للحوالات الخارجية، أي أنها زادت بنسبة 78%، ما ينذر بمخاطر مالية كبيرة على حساب العراقيين، حيث أن المصارف التابعة للأحزاب هي المستفيد الأكبر. وصف خبراء ماليون واقتصاديون الحلول التي تعمل عليها حكومة السودان بشأن رفع قيمة سعر صرف الدينار أمام الدولار بالترقيعية والمؤقتة. وقال الخبراء إن محاولات الحكومة ضخ المزيد من الدولار في الأسواق هو إجراء ترقيعي مؤقت يساهم في خفض أسعار الصرف مؤقتاً، لكنه لن يمثل حلاً مالياً أو اقتصادياً، مبينين أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يعترض على كمية الأموال التي يغذيها البنك المركزي والحكومة كنقد محلي، وقد تعاد الأزمة مرة أخرى. قال موقع أرجوس البريطاني المتخصص بأخبار أسواق الطاقة إن الحظر الذي أعلنت أوروبا عنه على واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً فتح الباب أمام زيادة تدفق الخامات الحمضية من الشرق الأوسط وخاصة من مدينة البصرة إلى دول البحر المتوسط. وذكر الموقع البريطاني أن الخامات المتنوعة للنفط البصرة في العراق ظهرت كبديل شائع لخام الأورال المتوسط الحموضة، حيث أن العديد من المصافي الأوروبية نأت بنفسها عن الخام الروسي قبل أشهر من بدء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. حذر البنك الدولي العراق من الاعتماد كلياً على النفط، مشدداً على ضرورة التوجه نحو القطاعات الأخرى. وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في البنك الدولي سليم روحانا إن الطلب بدأ يقل على الغاز لأن العالم بدأ يتحول إليه كمصدر تحويلي والاستعاضة عنه بالطاقة النظيفة كالشمس والهواء، مبيناً أن انخفاض الطلب يقابله انخفاض بأسعار المواد النفطية، وبالتالي فإن دولة مثل العراق تعتمد كلياً على النفط ستنخفض إيراداتها هي الأخرى أيضاً. قالت وكالة رويترز إن لعنة التضخم مستمرة وهناك أوضاع اقتصادية سوداء ستأتي على العالم مستقبلاً. وأوضحت الوكالة أن الناس يعانون من التضخم بمستويات لم تسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة، وانتهت فترة طويلة ومريحة من التضخم المحدود وأسعار الفائدة المنخفضة فجأة بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بالعالم، إذ استمرت الحكومات والبنوك المركزية في دعم الشركات التي أغلقت أبوابها والأسر بتريليونات الدولارات. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.